بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. هر سبارت بأحوالي مسند إليه جيشنا أو جيغاكا خطيب قزويني رحمتك خويل بيتيا فرمي وأما تنكره سبارت بوكا بوشي مسلو إليه بنكري أهياني أفرم فليل إفرادي وأما تنكيره أي تنكير المسند إليه فليل إفرادي. للإفرادي يعني شي؟ يعني للقصد إلى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس بوي بنكري أهياني أتوي معناي او اسم جنسا او اسم نكرة شي معنايك اغيني تو اعويلي بقري فرديكي او معنى يعني ريك بس شي صادقة او معناي اللي بقري يقدان انها بس شي صادقة يعني اقر مفرد بيه بس المفرد صادقة اقر تسنية بيه بس دوانا صادقة اقر جمع بيه بس سيانا صادقة اخو ديالي اقر مفرد هر نكيرة أبيو أقل تسني بهر أقل جان نكيرة أبيو أقل جان جمع بهر نكيرة أبيو رجل ورجل عني ورجال همي هر نكيرة جاء للإفرادي يعني مقصد بيجي با يك معنى يوشك بقيني يك معنى يك دانة لو معنى يخويا أقل مفردة با يك رجل بقيني أقل مسنة با هر دو رجل شكا دو رجل لك معنى تسنية كيا أقل جمع با سير رجل بقيني شكا هو معنى جمع. للإفراد يعني شيء للقصد إلى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس. وقل حاشقا نسراوة نسراوة ففي الجمع المقصود بالحكم فرد من معناه فرد لما معناه جمع وهو جماعة مما يصدق عليه مفهومه، والمقصود في المثنى فرد من معناه أويش وهو اثنان مما يصدق عليه مفهومه لمفرد شهر وح تو مرجان تو ابي ام باسي افراده هيش دجمناتي كي لقل باسي تسني وجمعانيه ام افراده بريتيلا او معنى يك وشكا ايجيني اگر وشكا مفرد بو معنى يك مفرد ايجيني خو دياره اگر تسنيش بو معنى يك تسني ايجيني اگر جمع بو معنى يك جمع ايجيني. مثلا خوي جورا القران فرميتي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى لسورة قصص آيتي بيست وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك دي فخرج إني لك من الناصحين ويا أمام بتواتي بخنو آياتك شكرا لجيكي كترا لسورة ياسين ببردوها توفنو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين باسك باسي جوازه. وجاء رجل يعني كسل إيمان داركاني أو سردم فرعون رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى رجل يعني شي يعني ما صدقي أو رجل كفرد كيايا من مقصد أأوي فرديك لا أفرادي أو رجل كوت النكيرة فرق إلا قال اسم جنسكاتيا لا اسم جنسك معناك عموميتيا طالما لنكيرة حتما فرديك طالما فردك معينيا ألي عموميتيا يجينا هر فرديك حتما رجل هر رجليك طالما رجل قال اسم جنس بيه معناه رجوليتك لزمني حرشني في عوادسك وهر دسك عموميتك تيايا بس لا اسم نكيرة نخير قال الرجل هريك رجله وعموميتك إلى شيئا لوايك معينية ديارينك راوكك أنا بخويك يا وهيج. وأما تنكيره فللإفراد أو النوعية يا جاري وهيك تو مصد إليه با نكيري أهيني مقصد نوعية نوعية يعني شي أي للقصد إلى نوع منه قرأت بيشي أم
اسم نكرة أم مرسل إلي نكرة من جورك لجورك كان ما بسته خوي جوري زورن بس من بدي أريك رأيي جورك لجورك كان ما بسته نكو كفرت جوري لجورك كان كلا شوارشوي أو اسم نكرة بون يعني هي بس يعني هي أو شا كمال جور لخوي أجري بتعبتي ليرة تو جورك يعني مرسلة آوا بوي بنكرة يهني كابل يرى وحدتك وحدتك نوعية للنوعية للقصد إلى نوع منه مثلا خواي قوراء فرمي وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة إذا پرده زورة خوتا نزانن پرده پرده زورة برده بسرشتا بتعبتي اللي يرى مقصدي پرده أوي برجستو روالتي وآنانية پرده معنوی زورت المقصده ایسا او پرده که جوری زورن و على ابصارهم غشاوتون که تو کمیان مقصده اوه علی بوی من بنا کیره ایهینم لبرو بیشم مقصدم جورک لجورکانی غشاویه نک همو جورکانی و على ابصارهم غشاوتون ای نوع من الاغطیه جورک لجورکانی پرده که شده اپوشه أبشيا وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى أو برديشة بريتيا لشي بريتيا لبردي خونابينا كردن خونابينا كردن خو چايو خوق چاندن لأس بينيني حقيقتي التعامي عن آيات الله تعامي أويك إنسان خوي لخويا دروسيكا جهل هيا لإنسانا بس تجاهل أويك توشتك أزاني وسخوت إلي جيلكي عماش هيا لإنسانا بس تعامي أويك كابرا شاوي أبيني بس خوي نابيناك خوي كيوركاك أنما من أوشتنابينا التعامي عن آيات الله إسا پرد زورن جورك يانا جوركان أو پرده جا إسا اللي روى على أبصارهم غشاوة مقصده چيا مقصده أم نوعية نك جوركانيك نك بعموميش بس تنها پرده التعامي عن آيات الله تعالى باش بول يا مقصد ما بي فرد نيه مقصد ما بي نوعا الا شوك اقل مقصد بي فردي شخصي بي ناقون جنال لري معناه وناقون جي وعلى ابصارهم غشاوه يعني يك غشاوه يك فرد دراو بسر شاي هرهم يانا فرديكي شخصي يعني نا والله ناقون جي بوي مجبورين بفردي نوعي معناه اكيد كان نوع خطأ نزان متحقق لازم نديان وصدان وهزاران فردا وكون نوعي إنسان سيك فرد بيني نري بسر شاوي يوهر سيختانا ونيا رانجا نقنجي جاري واشي يقى السرطان خانة نشي يقى قنجي بلام على العموم يك فرد بوس يك فرد بو يسر يك شاوا بلام اقر وحدتك وحدتك نوعي بي او كاتل جيريا هزاران افراد متحققة يعني بنتيجة او فردي كدراو بسر شاوي أحمد ومحمود ومحمد هر سيكيان ليك جور پردن كبرت يدا شي پردي خو كيور كردن لآسي بينيني حق هر اوان ده بوية من ناتوان بپردي كي شخصي يعني يك فرد يك فرد لپرده بوية ناتوان بو معناي كم چوك على العموم قنجاونية أبصار جمعو يك فردش بو تشاوي كومال خلقية ناش دي. وهو غطاء التعامي عن آيات الله إضافي غطاء ولا تعامي إضافي بيانية يعني فردك هاد بريتي لوا لو شته لو خوكي وكرنو خونا بنا كرنا إيه أما رأي شيخي قزوينية بيوايا أأمنكير لم آياتا لبر خاطري اويك باسي نوعيه بكري او كيوايا اجنا مثلا وفي المفتاح انه للتعظيم لمفتاح العلوم كي امام السكاكيا امن منيب وهي انا وكنكيرك لبر خاطري بغور بيشاندانه يعني تو اتوي او مسلوليه بغور بيشاندي بو بنكري هيني
وكشي مثلا وكو على أبصارهم غشاوة يعني شي يعني غشاوة عظيمة فرديكي زور 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 قورة دراوة بسر يعني زور زور قورة يعني أولا قورة بجورك لجوركان بشي شاوي هرهمو يكا بشي شاوي دابوشيني هرهمو خلقا بيباورك يكا تواو كابي باسكان جوازن بلا جواز بلا مكو خماوتو مانا إيما لا تزاحم بين النكاح قيشك بابو أوش بي وبابو أوش بي بو نوعية بي بابو تعظيمش بي أو جهل نوع كشاتو أتواني توصيفي تعظيمش بريتي يعني نوعي كي قورة نوعي غشاوية كقورشة رونا قابل هيش جاتي اللي بيني نوعيته تعظيمانية وهاوكات أقل بيشغلين دو باسي ليكتر جاوازن دي لا تزاحم بين النكاح شيء يعني نابي وقت شنجار ريكوتو النمونة من هي ناوتو هل يسا إيشي يسا هل يكسر بشوني أم باسا نمونيك يعني نوا ألين والله أو نمونة يابو تعظيمة يابو تحقيرة كدو باسي ليكتر جاوازيشن ألي أقنجي هدو كاني ليكتر بوتيتي والله بي باشتر بمجوري ليك دعوته يعني بيوتاشي مثلا غشاوة على ابصارهم اخذ يوم النكيره شنو بي مقدم به او كاتب كي بتوصيف باب ابي بره والله بوجور ابي بس اياتك خوي تقدم متاخره خيتيايه أبوي نوع عقيل يا قرتوا أكلي برا والله أكلي دي أوي التعظيم أوي التحقير يا نولا جاري واها يا كتو كتو مسر إليه بنكيري أهيني مقصدي تيا مقصد تعظيمه يانا ولا رنجا مقصدي بي تحقير به وكشي كقوله له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب علي او كسا ديارك وصفي كسيكك علي فتى لا يبالي المدلجون بنوره الى ما به الا تضيء الكواكب اتل له حاجب عن كل امر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب لهن يكتب نسرا وأم دير الشعراء هي أبو سميط يا أبو سميط هي كسكبونا ووه أبو سميط مرواني كري أبو حفصي بيالين لهن يكتب نسرا وهي ابن أبي سميطة كبيالين أبو الطمحاني قيني أبو الطمحاني قيني ناوي حنظلي كري شرقية ألين إنساني كي زور تاوان بارو خرابة كاربو وخويلة قناحو تاوان نجي راوتو بيانو تو وتيانا خرابترين تاواني كقربيتو تشيا جيتي والله الشويق لزيقيك أما ومتو لاي أفرتيك إتل خوارنكي باشي بو دروس كروم وخوارنكم خواردو بلام تيقلي كدبو لقل قشتي براز إنش قمنا دا دعي بشوين إشياء مشروبات وشتيشي حازف ربو إيش معنى الخوار
دوایی تریش ات خود آنزان دوای مشروعی سان کرد و چی تریش اگه ایش مان کرد ات دواییش کلوپا لکیم پیچاو خصم بینی دسمو فراندم ایش میکرد یعنی چهار پیانش توان بشون یک لولا و گوشتی براس خوارنو لولا و مشروع خوارنو لولا و زینا کرنو لولا و دزی کرنو هموی بیکو بیکو کو کدو توان اما انسانی کی فاسق بوا دي اما اقر او ابن ابي سميطة اما بي انا شيخي خاوني معاهد التنصيص هل هيجي لسنة نسيوة نسيوتي ابن ابي سميطة يقمانية بس نيوت وكيايا وكبيجي لو كاتاهي زانياريكي لسنة بغود واتريش نقراوت وسري تابي بينتو ويترى اللي قراوة لكتبكا هيجي زانياري لباري ام كسونا نسلاوة له حاجب في كل امر يشينه ام ممدوحا كمن وصفي اكم براسي بربستيك هيا باريزريك هيا ريقريك هيا لينا قري شتيكي توش بيك او شتا عيب داريكا لينا قري جاتشي او حاجب وا او نبهيزا لينا قري ام توشي هشتيك ببيك عيب داريكا حتما نبي حاجبك عظيم بي ايوانيا له حاجب يعني له حاجب عظيم مانع عظيم حاجب بعد زرو درقوانا لناقر خلبة جرو أو كما بسينا به جاء أوكس له حاجب يعني له مانع عظيم حتما حاجبكش حاجبي مادينية ولا يكسي أي بعد زي يعني لناخياب ريقر هيا وازعي ديني وأخلاقي لناخي خويا هيا لطبعي خويا هيا لين عقره هيك تواني بكا كماي ننجيو نقصانيو كمو كرتي بيبوي بلام وليس له عن طالب العرف حاجبه كها تسر أو خلقاني كدين داويها وكاريو خيرو أويلي أكن سيركي كاسني ريقري بيبوي هبوني حاجب هر وصفة نبوني حاجب هر وصف بو چك حاجب كاتي وصف بونكي كني لي خرابك نبوني حاجب ايش كاتي وصفك كبرابي وي چاكبك علي هيج حاجب كي گورنيه لري امكسا هيج حاجب يك خوي حاجبي گوره هي لينا گري گناح قالينا گري تاوان قالينا گري كارو كدو يبقى كما اي ننجو نقصان بيبوي اي داريكا بلام که هات سر موضوعی دسکراویو بخشندیو خیر و صدق و چاک برانبری خلق بتعبتی خلقانی که داوای اکنو پیوستیانا نو والله هشتی نیر رگری دیو کن تواو قابل له حاجب یعنی له مانع عظیم او نکیره مستدو الیه خود یار ممتده و مؤخره له وکا جار و مجر خبر مقدمه له حاجب يعني له مانع عظيم نكره بقصد تعظيم بلام وليس له عن طالب العرف حاجب لرى حاجبك بتحقير يقدر ونكبة تعظيم أدي قال حتى حاجبك حقيرش نيا شي جاي قوره حاجبك حقيرش نيا بتواني بيت الريكي بلكاك أم صدق مك أم خير مك أم شاك مك أم خلات مك بوكس شي جاي حاجبي قوره وليس له عن طالب العرف حاجب حاجب شهل يدو بار اسمي ليس يوم السدو إليه نكره بقص تحقير يعني ليس له مانع حقير توم لجان جا خلق يوتيوتي دي خبا وهر نكره لسياقي نفيا با بقص عموم هر عموم اللي بغتان أبو ها ولا برا ولا أبو والله أم قصي خمان باشرة وايل يقدي نوا نكبة قصي تعميم بو لبرو تقابل يجدر سبيل باسكا تقابل بيشروت مانا حاجبي قورينية بيشروت مانا حاجبي قوري هيا يسألين والله حاجبي بچوكينية مانا باسكا باسي قورو بچوكا أو تقابل للي وادر سبيل والله ما قال لي قرري معنى حاجب لنيوي بيتكي أخيرا بلي والله هر حاجب بعمومي نبتشوكو نقورينية أو كانت التقابلك ناميني
ونية له حاجب يعني مانع عظيم، وليس له عن طالب العرف حاجب يعني حاجب حقير. أبو تقابلك دل السبيل أجر عمومي ليبقري يعني ليس له حاجب حرب مطلقي بعمومي حاجب تشي قورة بيتشي بتشوك بهرنيتي معناك دروسة ومش خمان واي معناك. قالين ليس له حاجب حقير فضلا عن عظيم. حاجبي حقيري شينية شي جاي حاجبي عظيم كابي هيش كاميني هرنية بلام ايمن لي رب دياري كراي بحاجبي حقير معناك نقب عمومك بو لابد دروس بني او تقابل لبين ام حاجبه وحاجبه كيف يشو شكو حاجبه كيف يشو عظيمه بام حاجبه حقير به. دي اكريه نبي تعلم اكريه عمومي لي بقري بس اوكات التقابل كنا ميني اه دي باشا كي كم زار عظيم قرت يا كم جار عظيم وقدر دواي هاد تسر حاجي بكي دوم بعمومي شيء عظيم بيا شيء حقير بيا أوي بقري تقابلك دروس نبي جال بروا تقابلك دروس بيا لحاجي بي دوم ما بس حقيرك يا قرين باش ملاجيان إيه بعض وتيانا رنجيشة هالنكي ركب بقصدي إفراد بيا بقصدي إفراد ليس له عن طالب العرف حاجب يعني حتى حاجبك واحد شينية تيجي حاجبي متعدد هذا يقداني شينية دي أو التكثيري يا جاري وهي هناني مستدوي لي بنكيري ما بس لي تكثيره وكوشي وكوك قولهم وان له لابلا وان له لغنما لابلا ولغنما هذو كان اسمي ان هذو كشان مستدوي لي بنكيري جناوتن ما بس تكثير يعني شي يعني براسي كابرا حشتري كي زوري هيا مرو مالاتي كي زوري هيا يناني أو مسللية بونا كيرا مفيد أو تكثيري أو التقليلي يا جاري واهيا يناني مسللية بنا كيري مقصري بي بكم داناني اشتكي يعني بلي كما نك بكمي بزاني هل وكو كم اشتكي كم نك بكم زاني يعني قيمتي نبيل الله وانا مثلا ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر يعني شي يعني يكتوز رزامني إخوة يكتوز لح مش تقولت كابي وقسني لبي بايخ كردن قسي لقيمة فيدان توكو سيري أكي بركي كما بر بس وكو قيمة قيمة أكي زور زورة ورضوان من الله أكبر يعني هر أونا خواي قولا يكتوز فردي رزاماني خوي بدا بملتا تواويتر لحموش تيا قولا تربوتو تواو چوك إنسان لبال رزاماني خواه حموش تيكي دسا كوي خواي لي رازي نبهي چي دسا كوي وكاوتري ناز و نعمتي بهشتي شهر برهمي رزاماني خواي اگر خوار رازی نبیل خلق چون یه خاطر باشت ملیان ها؟ دی بعضی اوتی انا والله با امر رضوانه مقصر من پی تعظیم بی او کاتب لین چی؟ ورضوان من الله تعالی یعنی چی؟ یعنی ورضوان عظیم عظيم من الله تعالى أكبر من كل نعمة آخر رضواني عظيم رنجا دس يا مكسيناك يا ملاجان خدس يا كبير بس خدس يا مكسيناك يا ديار ايش مراتبي هي يوني أوتي أو مرتبة الصديقين أوكيو أوكيو همي مراتبي دوساني خوايا هذي كلا مقامك اي خد ديار رضوان عظيم خدس يا مكسيناك كماني شيت يعني رضوان عظيم من الله أكبر ده مش تيجي ترجع ولا ترى بس أول زور وصف يعني زور وصف
وصف لوايا بيجي توزي رزوانيش بيه لها مشتي باشترة يك توز رزاماني خواه رسك يو لها من نعمتي باشترة او وصفي زيادة الاتيايا او جاء والفرق بين التعظيم والتكثير ان التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة والتكثير باعتبار الكميات والمقادير إذا تحقيقا أو تقديرا خلقي أليرا رخني قرتوا لخطيب قزويني تيتي والله من بيموايا زيادة لم فرما يشتهي زيادة كانت شيئا يكاكيا عليك توتو أم نكيري يا بقصدي تعظيما يا بقصدي تحقيرا يعني هو كاري او يكتو مسلو ليك بنكيري هنا وحالك او يك اتوي شتي بغوري بيشان دي يا اتوي شتي ببتشوكي بيشان دي اما دم اما وتو اتباسي تكسير وتقليلي بوس يا ملاجان اي بو تكسير فقهي لقل تعظيم يا تقليل فقهي لقل تحقير هل هيش نبي ليكو لازمنا يعني مثلا شتيك بزور ودانا بنتيجة لبرشاي وشي غوري شتي بكم ودانا بنتيجة لبرشاوي شي كم قيمته اواي اليدي جي خلقي اوار رخني قلت ولا خطيب قزويني تيتي من في موايا هي ناني تكثير وتقليل دواي تعظيم وتحقير هيش فاساوي كينية بوشي واي كردوه امامي تفتازاني شيخ من بابا هيتي چون قوايا فرق هي چون فرقينية اسا فرق لبيني تعظيم وتكثير لتشي ويا اغيتو سي تعظيمك تعظيم زورتر علاقي بكميات وشتان ونية علاقي ببلا برزي وهي بايا داري شكو داري شكو مندي علاقي بوه هي كالي كسي عظيمة خنالي عظيمة يعني لا شيء قوري والي ها علي عندما كاني خاني لا خانة كاني لا شيء زورن خانة كاني عندامي لا شيء زورن ملجان نو والله كالي عظيمة يعني عالي الشأن عالي المرتبة أو عظيمة أي علي كتكثير يعني شوجا قال ولا تكسير علاقه بمقدار وكميات شلون واي اسم مثلا جماره ده لجماره نو زورت واني ملجا متريك لا نو سنتيم دير يشتري وانيا صراحيه او وكوخه على الدول كي او لا فرداخي او زورت رغري وعلاقه بكميات ومقاديره هي بيوره او بيوره لو بيوره قولت تواوا فبالتكثير شتيني علاقة بعلوي شأن وعظمته بلو برزي وبايداري وأنونية تكثير علاقة هي ببيور وشتوى بوية أم موضوعي تعظيم وتكثير دوشتي ليك ترجاوازن تو مالي والله ما دم باسي تعظيم يكر بيوسناك باسي تكثير كا دو باسي ليك ترجاوازن جاء تكثير باعتبار كميات ومقادير جاء تحقيقا وكوتشي مثلا كما في الإبلي سنمونا كمان هنا أو تمانا وإبلا يعني زورة أي إبلا أجر زور بو يعني شيء يعني لجمارة زورة بأشكرها ديارة كابرا دو صصر حشتري هي يكي كتر صوبا جاي أما أجر محقق بيه تكثيرك بأشكرها أجنا لجيغيت راها يا مثلا توب تقدير تقديريك مثلا لباسي رزامن إخوة لكي يجي مثلا أم رزامن يبرقي زورة ولكي رزامن يبرقي كما خود تقدير يكي أنا أخوة بريها يا نوال باش ملجان وكذا التحقير والتقليل بهماشي ولا موضوعي تحقير وتقليل شا عيني قصيك لباسي تعظم تكثير كرمان لباسي تحقير وتقليل شاية تحقير على قيبة دنوي مرتبة بلا نزمي وبحرمة إنسان واهي بيا قيمة اشتواه بيا نرخي بيا بهاي او تحقيره اي تقليل تقليل بريتي لبركمي شتيك بركي كما بجمارة ببيوانة بقياس بكيشانة يكي دو كيلو يكي كيلو يكي يكي دو تنك يكي تنك يكي يكي برميل يكي يكي تنك يكي او كيلومتر يكي ونيو كيلومتر كابيو علاقي بمكميات ومقادير وهي تقليل تواو أو جاء هل الردي أو خلقيك أم
رخني أنا قرتوا لخطيب قزويني سيرك أي خطيب خويشي وللإشارة إلى أن بينهما فرقا قال وقد جاء للتعظيم والتكفير لبروا أماجي بدأ بإيما طبعا أماجي قال لك يا ملاجان كي درك يوك أما أماجي بو فرق كاتيك نيجين عطفك عطف تفسيره أو مبدئيا إيش عطف بو مغايره مبدئيا وناك إيه جاء لبروا خطيب يسيتي أماجي بكابو أو كجاوازي لنيوان تعظيم تكثيرها هيا يا تقليل تحقيرها هيا سير كفر معيشتك هنا وبدوي أنباسة أفنو وقد جاء التنكير هاوكات للتعظيم وهاوكات للتكثير يعني أو دوباس دوباس اللي يكتر جواز هر هناني مصدر إليه يكا بمن بس يأويا جاركتو وكشتكي بلا برز ما مالي لقلابكي جاركيش وكشتكي برزور پیوان زور کیشان زور ابو زور سیدی وکوشی مثلا وکو او خوای گور افرمی و ای یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک اسو شی رسل نای فاعله مسل الیه کذبت بل یبزن امر رسول مقصد پیچی و بنکری ناوت قالوا والله أمي بيجم زور بون يا أمي بيجم بليان برز بوا في غمراني كي زوري تر يا في غمراني كي بلا برز هم بجمار زور هم بلو باي برز أوان شرب الدور أخراونة تو يعني ستو يكنا فلي قيناك تو لهمو يعني بابلم قورة تري بس وكوتر أوانش خلقي باي برز هر رسول وكوتو جمارش يان زورة هموش يان بدور أخراونة تو هم بزوري هم ببلو بايش ويا كابي وشي الرسول يا الرسول لويا نكيريا مسلو إليهيا وشي واهين راوا أتوي هم يا إشارة بكي بو تعظيم يا إشارة بكي بو تكثير وهدو كان دبي أفرمي أي ذو عدد كثير وآيات عظام أقرب بيني لفون أشرقي توزيت يكداوا تزكتيك داوة أفرمي وقد جاء للتعظيم والتكثير كشي دعي ديتس تفسيري آياتك أفرمي أي ذو عدد كثير وذو آيات عظام باسي تعظيمك أخات دعي تفسيرك وانيا إيه. ذو عدد كثير هذا ناظر إلى التكثير وذو آيات عظام نكوك الشخصيات أمويلك نداوته وكو شخصيتنا نكوكو مقام كأمانيش الرسول وبيغمبر ذو آيات عظام يعني كومولي بالغي قوري قوري شان بدسو بو كشي بداخو هر بدرو خراونة توخل باوري بينا كردون تواوا قابيا قوري ليرا بو كساعت يكان نيا هرشان قوري معجيزة وبالغي دسي بيغمبر بالغش لسر قوري بيغمبر بس بانا راسوخو سنية لسر قوري شخصيتك راسوخو سيلا سر قوري أو بلغاني كبرسيويتي كهرشان أميش هر بو أبي أرواح قوري آيات أبي با سرك يشي بو قوري كسايات يكش بلا مقر رسول هر وكو خوان وكو بلو بيقا شكا ديارا خلقيك خوافظي داون بس خلقيك هالي بجار دون أمانا مصطفان هال بجير رأي خوائين النبيين مثلا رسولا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بخوانا ما نخلكي هالبجرة وبالفتكرة يخوين بويا لذاتي خوشيانا هالقورا اتر دواتر اتواني ايش كيلا سرچيش توخر نوي قوري يتيكان لرقاي بيشان داني آيات وبالغي قورا بدس يعنوه تواو ملجان اه اوجا شيخي قزويني رحمتي خوالي به هر اون دي فرمو بس باسي تعظيمو تكثيرك يا موتمان هاوكات وقت شون جوازي لنيوان تعظيمو تكثيرها هيا لنيوان تحقيرو تقليلي شاهيا جا خطيب نمونيكي هنا وتوبو فرق بيني تعظيمو تكثير بس نمونيني هنا وتوبو تحقيرو تقليل اي اما بلين شي باشا لبيا ألين والله وقد يكون للتحقير والتقليل بل والله مش قسم عليه
جاري ويا رنجا نموني بيني هم بو تحقير به هم بو تقليلش به معا وكو شي وكو حصل لي منه شيء اشتيكم دسكوت لو كسوا اشتكى كما بالي بينرخى بالي بودي كان دبي يعني شيء حقير وشيء قليل نبي ملاجان ها بوي علي اي حقير قليل ومن تنكير غيره للافراد او النوعيه او جاء انباس ملاجان كايما علين ولا من بوي ام مسد اليه ما بنك اليه انا وشنك ام باسك باسي افرادا يا باسك باسي نوعية يا باسك باسي تعظيم تحقير تقليل تكثير أوانية ونزانيك أن باسانا هر علاقين بمسلو إليه وهي بل كل هر جيغيك وشيك بنكيري هات رنغ دافعي بنكيري يناني أعوشا هريكيك بلم قسانيك لباسي أحوالي مسلو إليه يا يميك باسي نكيري مسلو إليه أجر وشك مسلو إليهيش نبيه كتو هي ناو بنكيري هر رنجة مسألة إفراد به رنجة مسألة نوعية به رنجة مسألة تعظيم به رنجة مسألة تكثير به تحقير به تقليل به كابي أن باسانة تنها علاقين بمسلو إليه ونية مسلو إليه به هر دبه غير مسلو إليه به هر دبه بوي ومن تنكير غيره أي غير المسلو إليه للإفراد أو النوعية مثلا خواي قورا أفرمي والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء يسوى الله أو مسد إليه خلق أو مسد كل دابة مفعول به أجر كل كالي أو مفعول به وقد دابك شيء علي مضاف إليه تواوى يسد دابة لي وانا كيريا ولا نكيري مسد إليه لا ولا مسد إليه أي رنجة مقصد فيه شيء مثلا كل فرد من أفراد الدواب مقصدك أول كل دابة يعني كل فرد تمام وشها يا مسد إليهين يا نكرة يا بوب نكرة يا روا الإفراد رونا والله خلق كل دابة من ماء من ماء يعني شيء يعني من نطفة معينة يك نطفة كيف نطفة كي أكي خويك يوانيا تما دم علي كل فرديك لأفراد دابة إيه هر فرديك لنطفي باوكي خوي بيكاتو قبل خوي لنطفي كي بيكاتو كابين نكيري دابة كيشو نكيري ما أكش هر تواني مقصدي بي إفراد بي خواي قورا دانا بداني أم داباني كدروس كردوا هر يكي لنطفي باوكي خوي دروس كردوا لما لتوي باوكي خوي رونا يا رنجي شبليم نا والله ومن تنكير غيره للنوعيه يا مجاره ايو كاتتوني لي قدمه هل نفسي ايه والله خلق كل دابه يعني كل نوعيك لانواع دواب اي مما ان يعني شي يعني لجور اويك همو دابيك لجور اويك يا ابو ايوانيا اسا دابيك يوكو انسان لا أبي إنساني بيا بيخلا أبي حيوانات وش بيا نبي دابي كتير يوكو مثلاً مرة بزن لا أبي حشر معنا وأنا بيا نبي الملاج ما دام نوع كان جوازن نوعي أوك إشكالي دروس بنه الجواز كابين نكيري لبيا نكيري لو جي جاك هيا لهدو كان هذا تاني معنى نوعية اللي بقري لهذا كان أتواني نوعية ليا بقري رونا
والله خلق كل دابة أي كل نوع من أنواع الدواب من ماء يعني من نوع من أنواع المياه أي الشيء وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواء هر جو رجيان لبريك لآيو كتابتي خوي خلق بي رونا ملا جانسا دبل نقرق سيف كان ايه وصل لتعبيني كم يتوان هر بشوك أخده وفرداء ونوع هر وندا مقصدي بو التنوع بيبلي لا الحالة كان أو حالاني كوا أخوازن جاري كان بريتيا لا فرد جاري كان بريتيا للنوع يعني حزك أي باسي فرد كي لا جاري كي أنا ولا حزك أي باسي نوع كي ما توفر نوع كي بيكوني بري والله بوشي ناكي يعني نوع كي شرف بها فرد بس فرد كي نوعية أو فرد كي تفرد كي شخصية كل دابة يعني دانا داني دابة بقري هر دابة خوي بقري لا آيوي كي تايبتي يك أو آيوي كي تايبتي كآيوي باوي كي خويت أو لو بيابو وخوي عليه أي كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه المختصة به توي باوكي خوي نك توي خالكي تر يسا باس يكي الدنيا بزيشتي بتايبتي أو خلقاني بتقدير إخوة أخوة من دالين بينادا يا لري پیکاته و هورمونات و جسمیان و تکوینات و آن وزور آماده نین با درست کردنی منال و پیابونی منال شتیه که پیالن منالی بلوری وکچون خلکه چی قاطه دوری لو بازار اللای خیات اوان سشن برادان یدنو اتر ایشی که پسیشکیه و سرکوت ایشی و بر همیشه یه و چندین خلق مندالی لو ریگه و بوا والا علماء فرمون بو اوی که ام ایشه شرعی به هنی پیوری تایبتی لروی شرعی و هیا طب جونا ده بوبي ولا شرعيانا شكو كابرا شيب ايكري يعني بارا داو بلا هركس ايمان دار بي ابي جيب ده بوبي ولا شرعيكا قال يا مبدئيا نبي او تو تو بي ميردك بي تو يتر نبي ابي دو اتر او من الله بخنا ناو رحمي افرتك هو نفس شو نيت نكي افرتك نك تو بي بيوكي او ببن لا رحمي افرتك ترى داين دو ايكم نالك بيابو بيدنو نبي اشتان نبي باید همو کسی ابل توی باید خوی درست بو بی و من تنکیری غیره لتعظیمی جاری وای شیه به همان شیه و شتیک هی مسلو الهی نیه بلام نکیره که ابینی نکیره اپرسی با چی واهین را والا مقصدم پی تعظیمه مسلو الهی نیه بس با نکیره هین را و کسی وكو خواي قوراء فرمي فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله خلقاني إيمان دار أقل أخوة أترسن دس هلقرن للربا خواردن أقرنا أو يتربا بخطن سد بشك بن برياردن زان درقتي خوادين شري لقلاك لجاگه کاکاتی خوی بینی و ملسر علمی امام مالکی کری انس رحمتی خوی لبی خوانی مذهب مذهبی مالکی علی لو سر نمی اوا کابرای کربو بو ام گنو گوی خوارد بو که خلکی بیسر خوش بی چوبو لبانی تپالکی اک زبالا حلقو نیبو بو آسمان و تیوانو چی لکی تیوالا منگ دا اگرم منگ دا اگرم ایتر کسی کشو تبو اطلاقم کو تبی شتيك نية بچيته ناوسكي إنسان لعارق بيستر بي شتيك نية بچيته ناوسكي إنسان لعارق أو مشروباتو غنوبوا بيستر بي ببينة شون إنسان كرقا يعني آوه بهمو عقليكو شوالا بان أو تبالك زبالة هلاقو نية چي أولا مانغ داقرم حمار ليوه دس شونا قاتا مانغ أو جا حتى آقا دس يشبه بقا مانغ كيونا بچوكتو بدس بيگري دايگري أو مسلا ويك عقلك نما
بوي ملاياني قديمي خمان هركسي عالقي بخار ليانو خوي كركر يعني بالفعل حربة فعلي كربي أو كسر إذا بسياري أنك لما لو علماء أو سردما وتيان أطلاقي أم كسا كوتو ويانا كان نوالا بوش كوتو نوالا قصيه كتاو واقعي كدو الراس كباخواحش تكنية شو بيتناوسي إنسان لو قنو قوة بيستر بي بسياري شي أنك هاوكات لإمام مالك رحمتي قوالي بي إمام مالك فرمي والله جوابي أو بسياري هنيك لسر وساني دبي فلك ني نابي وكملائي سناك لسر التلفزيون حل طهارة بسياري اللي يبقى حتى لقضاء لو سري فقه ودرسي جوابها مشتكي به شوك جاهلة أي جاهلة مشتكي أزاني نزاني لا جاهلني جاهلي مركبة تابت بلام خلقي خنوارنا والله اتر تشوبو الشوي حتى بياني بدياري كرايو دراسي قرآني كدبو كيف زام لكيو دي اتر كقراء أم آياتي بينيوا فإن لم تفعلوا أو كتفأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلما والله من براور المكردوة لو جريك باسي مشروبي تيايا باسي ريجسية وبيسية أو دجاتي نيوجو دينو أواني تيايا راسا بس باسي الشر لقى الخواه وبيغمري تيانية بس باسي الرباء أو تيايا دي بخواه معلم الرباء بيستر ناولا طلاقي كوتوة أهو رونا اتروى حكمتك وعقلك وتيغيشتو فهمك قولوا عميقة لو قرآنك هاتوا بو أحكام أول اللي تيغيشتو كتي بخلقك وتيغي برولة طلاقك وتيغيشتو فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني يوي إعلان كان كالقى الخواب يغمر بشر ديان بس شي جوار شرك خوش شر سادنية حتما شرك بشر يقول به شر بنا مري خواب يا غمر بشر يجي قربي خو شر بتشكنية فأذنوا بحرب أي حرب عظيم باش ملاجئ شو قال من الله حربك حربك عظيم وحربك حقيرة أو كأرك تكابر أجد شيء توزع شر شيء أي كمتعابي بريو بريو يتيعش من ليه كيف خويت بس أقول تيا والله شرك شرك يجي قربي يترسي خوي لي نادح يا رنجا ومن تنكير غيره للتحقير أو جارة إن ظنوا إلا ظنا أو جماعته وتيانا ولايما إن ظنوا إلا ظنا يعني شي يعني إلا ظنا حقيرا ضعيفا أيش والله هرقو معنى كي كيشو بوشو بچوكو كمكورت معنى باشا قمان كي باسي كيشو بوشو بچوكو كمكورت تيانا ملايان لبوشي إذ يظنوا مما يقبل الشدة والضعف بوشي أيضا لو اشتانا نيكا باسي كم يزوري تابي بل والله چونك شدة وضعف خطانا زانني وظن بإصطلاح لسرويني ووايا عقيديك يراجحة لسرويني ووا يعني پنجاويك هر ظن أي پنجاو دو أي نونو هر ظن إذا شو وصل بي بيقين خود يارا فاصلة لبين نو نو پنجاو يكو پنجا چن زور ويا الظن مما يقبل الشدة والضعف دي الله دي باشا إن ظن إلا ظنا يسا أو مفعول مطلقة مفعول مطلق تأكيدية يا مفعول مطلق نوعية ملاجية إن ظن إلا ظنا طبعا توقر تقديري صفة بوكي أبي بنوعي قماني تانية هدي أقل تقدير صفتي بوناكي لفظك لفظي نوعنية يما دروزبوني معنى النوع لا دروزبوني معنى النوع لا مفعول مطلقة شان ريقيكي هيا يقل الريق كان أويك صيغي تايبتي خوي هي صيغة مثلا عليه فعلت بو وحدته بس فعلت بو نوع يو صيغي تايبتي وانيا يا علي مثلا تو او مفعول مطلق صفتك يبو بينا ابي بنوع يا اضافي بك مثلا ابي بنوع دباش يسا اما يرى ليرى صيغك لو صيغانيا نا والله اي صفتك بو هنا تو بروالد نخير اي اضافه كدو نا والله دي يسا بلي بزان مفعول مطلق مفعول مطلق كي نوعيه يا تاكيديه امامي تفتازاني افهمي ببي او كيما تقديري صفتي بو اكين
ألين ظنا حقيرا ضعيفا أو لمعنى كيا وايديا كدينوا كابي فالمفعول المطلق ها هنا للنوعية إيوانيا لا للتأكيد بلان بو تأكيدني بو تأكيدني يعني شي يعني بو مجرد تأكيدني أنا يو خندود أنا لنحو مفعول مطلق شي تأكيدي بيو شي نوعي بيو شي عددي بيو هر تأكيدي بلان كاتي نوعي وعددي كالناوي تري يعني بو تشك إضافة لسر تأكيدك شتي تري شي بيوي باسي نوعي تيايا باسي عددي تيايا أو لا للتأكيد يعني لا لمجرد التوكيد. وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا كشي مع امتناعي ما ضربته إلا ضربا أبم اعتبارك إيه مقساكين قالين والله لي قرأت خوابا أما فعل مطلقة بو نوع به إيك بو نوع بو استثناء ليدروسه صح وقوعه نك استثناء يدرس صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا أم جورا مفعول مطلقة أقل لدوي أداة استثناء وأبي با مستثنى منه وكيش تيانا بكلامك ما ضربته إلا ضربا ما ضربته كوا مستثنى منه تيانية إلا ضربا شيا ولا مفعول مطلقة كي نوعية أي شيكا ما دام نوعية دروسة بس أي أجر تأكيدي به وديرك دروسنية مع امتناع ما ضربته إلا ضربا على أن يكون المصدر للتأكيد أو دروسنية أي شون أجر بو تأكيد به دروسنية بلا ما أجر بو نوعيتك به دروسة اسمع علين إن ظن إلا ظنا دروسة أم آيتي يعني بوشي دروسة خو نایوری بیش درست نیه کلامی خواهد. بس همان اقسام کلمه آله ولاد درسته یا درست نیه. اگر کلامی کسی که تربیه بسیم ولی ما ضرب تو ایلا ضربن تو با کامل جرأت اقسام که ولاد کاک آو درست نیه. ای فرقی چیه؟ آو بولی آو درسته آو بسیلی آو درست نیه. ایش فهم بهذا الاعتباری بهذا الاعتباری جازه. و ایلا اگر اقسام کلا سر و بیه این ظن ایلا ظنن تأکیدی بیه. او كاتا خلق شون حقيبة خوي دابلي والله ما ضربته إلا ضربا دروسنية عليه وش دروسنية بس خوي من بو تأكيد ليك ما نداوته بو نوع ليك ما نداوته وتمانا أو ظن لبيا نوعك الأنواع كان يظن كبريتي إلا ظني حقير ظني ضعيف باشا ملاجيان وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا صح كشي مع امتناع ما ضربته إلا ضربا باشا كي ممتنع ما ضربته إلا ضربا على أن يكون المصدر للتأكيد كمصدر كبو تأكيد بو دروسنية كشي أو تلوى دروسة دي بو دروسة بهذا الاعتبار دروسة شكو يما مصدر كما كدوا بمصدرك نوعي بتأكيد إنما يشتوى لأن مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب حتى يصح الاستثناء شكو مصدر ضربته بيلا الضربة كهيتشي تيني تيانية هل بحسي الضربة خوة نوعية تيانية ما ضربته إلا ضربا هل بحسي كباسي ضربة نك إلا جوري لجورة كاني ضرب مثلا يا ضربي شديدة يا ضربي خفيفة يا شي أواني تيانية شكو أقر وابوا يترو كاتي يصيح الاستثناء بس أو معنى نية يتر الاستثناء صحيح نية والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا قمانشي تيانية مبدئيا مستثنى منه أبيه متعدد به يجب أن يكون متعددا بو ليشمل المستثنى وغيره تاكو داقر وبيهم بو مستثناك بو غير مستثناك توش مستثناك اللي دركتو تا ونيسا كابي إن ظنو لباسي ظنا تنوع هيا بلي اگر تنوعنا بيه تو ناتو عني دواتر جوري لجورك عني ظني اللي دركي بس لباسي ضربة باوا بيشم تنوعنية عشان لو شات نوع هر هي ببي آلة وببي نوعية ضرب بوينات واني ضربي بتني على يدك أجر بو تأكيد به أجر ضربك النوعي كي ضرب بين نوع أو كاتئت واني لما ضربت ويش يدك وقت شون ليرا إن ظن إلا ظن ظنن ما لا ظن درك دوا بو شو ظن كيف يشو تعدد كي تيايا أم ظن يس النوعي كلا نوع كاني أو ظن تواوا
أو جاملا جيان وكما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظ البعضي. وقت شون تنكير خوي اسمي نكير يعني شي ملاجا يعني فردي غير معين ايوانيا نما نولا سرطا وفردي بين نكير وجنس شيا جنسة معنى عامك بس يرى فردة عموميتي كيتيا لسر سبيلي تناوب بدليات او نا او او نا او بياو بياو يك ام بياو نا او بياو او بياو نا او بياو او بس ديارنية كيكي او هرون ده ديك وابي النكير معنى بعضيتي تيايا جاء كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم وكن منكاني بيشو دي فكذلك صريح لفظ البعضي خلقي يسرنغ ببرسي بيش بابا تنكير معنى بعضيتي تيايا على بالي باش أم معنى بعضيتي تيايا أكريه بقصد تعظيم به على أرو والله أكريه وكن منان أي باش وشي بعض خوي مثلا هل بصراحة وشي بعض لأنه كلامك باسكي أكيد دوبارة أيش مقصدي بيت عظيم به؟ يعني إمامي تفتح زاني فين بلي أرى والله وكما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح اللفظ البعضي أيش وكتي مثلا كما في قوله تعالى خاف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعض بعض يتلي باسي مسر إليه مسر آنانية باشا لي باسي معرفون كيرانية باسي وشي بعض وشي بعض بكاراتوا بلي مقصري بيكيا بعضك عظيم قبلتي لحزتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ورفع بعضكم فوق بعض درجات نفرها يا بدياري كراوي أو نفر فلي بسر هموتانا فلي بز ترى باش نفرك مقصدك يا والله مقصدك كسك عظيمة كابي وشي بعض مقصد بيت عظيمة أراد ببعضهم محمدا تواو ففي هذا الإبهام من تفخيم شأنه وفضله وإعلاء قدره ما لا يخفى ديارك لم بنادياري باس كردنا نفر ورفع حزتي بيغة صلى الله عليه وسلم عليكم درجات مثلا ناوي نابا هل بمبهمي علي كسيك هيا كسيك لخوتان هو هيج بلام بلاي زور زور لسر او بالاترا اي ديار لم بنادياري باس كردنا باسي تفخيم تعظيم فضل اعلاء قدر شأن هم امانتي اي ما لا يخفى باشكاك جان اترو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين بوشي تيش ياتي خوي ديارة شكو شي بعض بعض مطلقة بلان بلي كسيكي دياري كراوك حسدي بيغمر صلى الله عليه وسلم أو كاتحسيبك بيشا أو شا مطلقة تنها يكفر ديه يوم بالغنية لشأني كسيكا يسوي شيء بعض صدق دي بس عشان كسه هر كسي كسبي هر بعض يكبي لو خلق صدق دي بسري بس توشيل يك دو ودوده يك نفره يك اي شيء حزتي بيغمر صلى الله عليه يعني كانما او معنى بعضيته هنا ولو فردا قد يسكر دو حصل كر دو وكبيجي او شبوه هيج فرد كي تناشي ولو مطلقه بو هم مقيد يك شيء بلا من ولا وايلي هاتو تنهابو ام مقيدش يوم بالغنيا تعظيمي ثانيه أيت الرسول صلى الله عليه وسلم محمد